العلم الذي هو خلاصة ميراث الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. تريد أن تأخذ من هذا الميراث؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وطريق الجنة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: حفت الجنة بالمكاره، محفوف طريق الجنة بالمكاره، أليس كذلك؟ يسهله الله جل وعلا لطالب العلم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأبشر يا طالب العلم، فأبشر يا طالب العلم بهذه الفضائل التي لا نستطيع عدها في جلسة ولا في ليلة من فضائل طالب العلم الذي يحرص على طلب هذا الميراث العظيم، ميراث الأنبياء، هذا الوحي.